سوت يا منصور؟ شنو يمه؟ مشكلتك مع مرتك وشغالتك وفراش مكتبك؟ خلاص يمه خلاص، ولكني عرفت شي. خلاص زين سويت يا يمه. العاقل هو اللي يدري متى يواجه ومتى يسكت. وش فايدة المواجهة يمه؟ عبيدي مش فايدة. إذا كانت الزوجة عندها استعداد انها تشغل الشغالة والفراش انهم يتجسسون على زوجها، يعني عندها استعداد انها تأجر اي واحد ثاني علشان يتجسس عليه بعد. عليكم السلام. سلام. هلا. هلا. الحمد لله. انت شلونك؟ الحمد لله. وينك في؟ ما حد قال لك اني طلبتك صار لي ساعه واكثر؟ لا والله ما حدش قال لي. على العموم انا اسفه، اصل زميلتي ما جاتش النهارده وانا واخده شغلي وشغلها. معلش حقك عليا. الله يسعدك يا بنتي. تسلمي. العادة إذا سافرت والوالدة موجودة في المستشفى أتم طول الرحلة مشغول عليها، إلا هالمرة هذه غير، مرتاح مطمن، وبصراحة الفضل يرجع لك. يا جماعة والله أنا ما بعملش أكتر من الواجب، يعني ده شغلي ومفيش حاجة زيادة. لا بس برضو شهادة حضرتك دي أنا أعتز بيها جدا. لا لا أي شهادة، لا يعني. أنت اللي سويتيه مو طبيعي. أقول بس اتفضلي. إيه ده؟ يعني مبلغ بسيط رعايتك واهتمامك بالوالدة. تفضلي تفضلي. خلاص خلاص خلاص، ايش سويت يا ولدي؟ ايش سويت؟ عيب والله. ايش سويت يعني؟ ايش سويت يعني؟ هذه مكافأة، بعدين انا عادي اطلع يعني مكافآت للموظفين الممتازين اللي اشتغلوا عندي بالشركة، عادي ما سويت شيء غلط. اي بس هذه غير، وكان سألتني قبل لا تغلط هالغلطة وتفشلني قدام البنية، ولا شغلك بالسوق والتجارة خلوك تظن ان الشكر والمكافأة بالفلوس وبس. خلاص 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 بروح له. خلاص الله يستر. هلا يمه. أقول ترى ما لقيته. طيب أوكي، حاضر إن شاء الله. يا حاجة ده أحرجني، حسسني إن أنا صغيرة قوي. ليه يديني فلوس تمن المشاعر اللي بيني وبينك؟ أنا مش مستنية فلوس. ما يقصد يا بنيتي، صدقيني منصور ولدي وأنا عارفة زين، وبعدين هو حس بخلطته من الإدمان. طلعت ادور جيب نفسي بس علشان اعتذر لك، وانا اللي عمري ما اعتذرت لحد. اه طبعا هديك تعتذر لي، ما هي الفلوس بتعتذر بالنيابه عنك. انت بس الله يهديك حساسه اكثر من اللازم ومكبره السالفه، ورغم ان كلامك حلو ولطيف بس بصراحه يعور. ما تقولين شيء ما تكلمي. شو اقول يا وليدي؟ شو اقول؟ اللي يدق الباب يسمع الجواب، وبعدين انت اللي دقيت وبديت. ما يخالف يا خلاص، اذا كنت تعزيني وتحبيني ولي خاطر عندك انسي اللي صار ولا كأنه صار. حاضر يا حاج، عشان خاطرك بس حنسى اني جيت المستشفى النهارده اصلا. لا عيل انا استاذن، خلينا نمشي احسن قبل غلط واتورط مره ثانيه. بمشي. ما تبين شيء؟ ابي سلامتك. متى بتمرني؟ والله عفوا اني اقول، يعني اقدر امر الوالده بكره؟ زين اشوف. خلاص كذي انا اقدر الحين امشي وانا مرتاح. يلا مع السلامه. عليكم. في امان الله وحفظه. على اذنك يا حاج. خلاص انت للحين زعلانه؟ لا يا حاج خلاص.